لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف يكون حب الأوطان. فما أن دخل حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم على البيت ورأى أصيل الغفاري قال له: يا أصيل، كيف عهدت مكة؟ مشتاق لسماع أخبار مكة، مسقط الرأس ومدرج الصبا. فقال له: يا رسول الله، لقد أخصب جنابها وابيضت بطحاؤها وأغدق أذخرها وأسلت ثمارها. فقال له: كفاك كفاك يا أصيل، دع القلوب تقر يا أصيل قرارها، إنه حب الأوطان الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمي هذا الوطن بالمهج والأرواح، لكن علينا أن نحميه أيضا من الفساد والإفساد، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا رأيت الزنا والربا قد أحل بقرية فقد أذن الله بهلاكها. وصدق الله العظيم إذ يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. كلنا أمل أن يتحقق استقلالنا الحقيقي إن شاء الله، وإن شاء الله سيكون في القريب، ولكن هذا يحتاج إلى جهد كبير جدا، أن نبتعد بسياستنا عن التبعية للأجنبي. نحن نعلم أن العالم الآن مرتبط ارتباط عام، ولكن أن لا تكون مساحة السيطرة العامة والعالمية على قرارنا السياسي كبيرة كما هي الحال الآن. نحقق استقلالنا عندما نقدس وحدتنا الوطنية، عندما يكون ألفنا الملك وياؤنا أي مواطن آخر، قد أكون أنا، كلنا يد واحدة تعمل وتشد الحبل باتجاه واحد، وكلنا إخوة، كلنا رديف لبعضنا. أيضا نحقق استقلالنا عندما تكون قدراتنا العسكرية والدفاعية موجهة إلى عدونا الحقيقي الذي اغتصبنا أرضنا المقدسة. نحقق استقلالنا عندما يعمل المسؤولون في كل مجال من الألف إلى ياء في تنمية الموارد المادية وتنمية الموارد البشرية، ونرتقي بهذه لأن لا نكون دولة مدانة، بل دولة قادرة أن تمد ذاتها بذاتها. ما من أحد إلا ويسعد باستقلال بلاده وأن تكون سيدة لقرارها وتحمي أرضها وترابها وشعبها، ولكن الحلق فيه غصة من أخطار تتهدد هذا الاستقلال من عدو يجثم على أرض فلسطين المباركة ومشروعه توسعي إحلالي يهدد الأردن وينادي ساسته صباح مساء بأن الأردن هي أرض إسرائيل شرقي النهر. واجبنا جميعا أيها الإخوة الكرام أن نحمي استقلالنا بعودتنا إلى عزتنا وكرامتنا، إلى مصدر قوتنا، إلى وحدتنا، إلى عقيدتنا، إلى شريعتنا، إلى منهج التحرير الذي رسمه الله جل وعلا لنا في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ثم بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى يكون عباد الله تبارك وتعالى الذين يرسلهم الله جل وعلا لتتبير علو اليهود، ونرجو الله أن نكون منهم وأن نكون من الجيل الذي يحرر على أيديه الأقصى وفلسطين وأرض الأمة العربية والإسلامية جميعا.